على فكرة طلع هذا الفيلم حلوة بالخلوة سيء كتير وما بنحضر. مزبوط تيكا، بطل الفيلم كان أسوأ منك كمان. قصدي وضعه المادي أسوأ منك بكتير، ومع هالشي مدري ليش مخلين البطل كل شوي بدل طقم، كل شوي بدل طقم كأنه سرته ما بتاكلها النيران. وطبعا هذا الشي مانو منطقي حسب حبكة الفيلم. كلامك صحيح، هذا الفيلم تنقصه المصداقية. لا وفوق هيك كمان البطل كان مقفلس، بس ما هيك كان عم يسوق سيارات فاخرة. لا وهون بالبلد تخيل. لا انت انسى كل هاد، ما بدك بالأول يكون بيعرف يسوق؟ آسف على المقاطعة، بس انتو عن شو عم تحكوا تتناقشوا؟ تعرف شي فيلم حلوة بالخلوة؟ نحن عم نقيمه هلأ. أيوة هلأ بعد ما سمعت كلامكم عن الفيلم حسيت انه هي أول مرة بحياتي بسمع فيها تقييم منطقي. تيكا أنا عم أحلم شي. ليش؟ هاي أول مرة بتحكينا باحترام، لا تكون عم تحاول تمسح لنا جوخ. لا ما عم حاول مسح لكم جوخ، أنا عم فكر بنسبة الأرباح يلي بدي حققها. أي ربح؟ الحقيقة أنا رح أنتج فيلم سينمائي. وأنا حابب أعرض عليكم وظائف تكون بنفس المجال. حلو. نحن قبلنا حنوزع على موظفينك مي، ما في مشكلة أبداً. لا لا يا ابني، ما رح تكونوا بتشتغلوا بالموقع، أنتوا رح تكونوا فريق الإبداع. أنتوا بتعطوني آراءكم بالسيناريو، يعني كيف شايفينه، وتيكا أنت بتكشف شو الصح وشو الغلط، وأنت بتعطي الرأي النهائي فيه. تيكا مهتم برأينا وشايفنا مبدعين عن جد. كتير شكرا من قلبنا وعقبال الألف فيلم يا سيد تيواري، ونحن مستعدين. شكرا لكم. شكرا لك، أنا فكرتك مجرد بيعت يا أخوان. اللي رح تدفع لنا مقدما شيء؟ ما في داعي لبعد نجاح الفيلم. ليك أخي شو رأيك بشوية أكل؟ ناكل بعد ما نخلص الفيلم ابني. هيدا السخيف تواري نزع لي مزاجي. ليش عمل لك هالمرة؟ قال لي احكي مع مساعدتي. احكي 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 كيف بدي احكي 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 احكي؟ لا عندي رقم تليفونها ولا عندي عنوانها. ايه عمي، انا حابب اني اقدم لكم دور بفيلمي الكبير.